وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية. مرحبا بك معنا سعادة الوزير في نشرة الثامنة، ولو تحدثنا عن البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل اللذين تم استعراضهما في جلسة الحوار التفاعلي في الأمم المتحدة. شاركت مملكة البحرين في جلسة الحوار التفاعلي، حيث تم استعراض تقرير المملكة الابتدائي للبروتوكولين الاختيارين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، البروتوكول المعني بحماية الأطفال من البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول المعني بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. وقد ضم الوفد المشارك بالجلسة ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية وقوة دفاع البحرين، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وهي تنظيم سوق العمل والنيابة العامة، إلى جانب الوفد المساعد البحرين. وخلال الكلمة التي قدمت في الجلسة الأولى، تم إطلاع اللجنة على كافة المبادرات والإنجازات والمعلومات المحدثة حول البروتوكولين والجهود التي تبذلها البحرين في ظل الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، وبدعم ومساندة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ومن أبرز هذه الإنجازات إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، إطلاق الحملة الوطنية حماية بالتعاون مع الجهات الحكومية لتوعية الأطفال وأولياء أمورهم بمخاطر الفضاء الإلكتروني، وإنشاء وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، واستعداد منصب مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة ومكتب حماية الأسرة والطفولة لضمان مسار قانوني مستقل للوقائع المتعلقة بالأسرة والأطفال. نعم سعادة الوزير، هذه كانت الجلسة الختامية للحوار التفاعلي، نود أن تحدثنا عن أبرز ما جاء في بيان مملكة البحرين الختامي. في ختام الجلسة قدمت مملكة البحرين البيان الختامي الذي أكدت من خلاله على الالتزام التام وحرصها الدائم بالوفاء بتعهداتها الإقليمية والدولية وتبنيها المستمر للتشريعات والسياسات والأطر القانونية، فضلا عن المساهمة الدؤوبة في بناء الثقة بين الدول وتعزيز التعاون الدولي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على كافة الأصعدة. سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.